وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. هذا الجزء من الآية الكريمة مرتبط بما قبلها، وهو قوله سبحانه: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوه، أي أن تبتغوا الذي هو وراء ذلك بأموالكم، محصنين غير مسافحين. أن تبتغوا وراء ذلكم بناء على أن الرابط محذوف، وتقديره أن تبتغوه، فإذا أن وما بعدها بدل اشتمال من قوله ما في قوله وراء ذلكم، أي من الموصول، وبدل اشتمال من الموصول وعليه. فعلى قراءة من قرأ وأحل يكون محله الرفع، وعلى قراءة من قرأ وأحل يكون محله النصب، لأن البدل تابع للمبدل منه. ومنهم من جعله مفعولا لأجله، أي لأجل أن تبتغوا، أو إرادة أن تبتغوا. والمفعول لأجله حسب رأي الأكثرين من العلماء يجب أن يكون الفاعل فيه هو نفس الفاعل في العامل الذي عمل فيه، بحيث لا يكون بينهما تباين، بحيث يكون لهذا فاعل ولذاك فاعل. فعلى قراءة من قرأ وأحل لكم ما وراء ذلكم يبقى إشكال هنا، ولكن كثير من العلماء رأوا درء هذا الإشكال بهذا التقدير، أي تقدير إرادة أن تبتغوا بأموالكم، وتقدير إرادة قاله الزمخشري وتابعه كثير من المفسرين، وانتقد ذلك أبو حيان، وقال بأن الزمخشري أراد أن يدس
في هذا دسيسة اعتزالية، وذلك ليثبت أن ما يكون من العباد من الأعمال الخارجة عن حدود الشرع غير مراد لله سبحانه وتعالى. وأنتم ترون أن جماعة من العلماء الذين هم على غير عقيدة المعتزلة، أي غير موافقين للأشعري في العقيدة، نهجوا نهج الزبخشري في هذا. واختار قطب الأئمة رحمه الله أن يقدر حب أن تبتغوا، قال: لأن مراد الله سبحانه وتعالى لا يتبدل، فلا يكون غير مراده. وقال: وإن قدر إرادة أن تبتغوا فإنه يصار إلى تأويل الإرادة بالحب. أن تبتغوا بأموالكم، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى المحارم وبين أن ما على هذه المحارم حلال، بين ذلك أن هذا الحلال إنما يبتغى بالأموال. وهل هذا خاص بالزواج فحسب، أو هو شامل للزواج والتسر؟ كثير من العلماء قال: يعني بذلك الزواج، إنما هذا في حكم الزواج. وذهب آخرون إلى أن هذا الحكم شامل للتسري شموله للزواج، ذلك لأن ما عدا المذكورات إن كنا إماء رقيقات فإنه يتوصل إلى جواز الاستمتاع بهن بالتسري. وابتغاء ذلك بالأموال إنما هو بابتياع الجارية التي يتسرها الرجل، وقد تكون هذه الجارية عنده من قبل، كأن تكون موروثة له ورثها من غيره، إلا أنه لا بد من أن يتحمل تبعات مالية مع ذلك، فهو يؤويها في المسكن ويطعمها ويسقيها ويكسوها ويقوم بما تحتاج إليه، فإذا ذلك من الابتغاء بالأموال. وفي هذا ما يدل على أن الجارية أيضا تعف، كما أن الزوجة تعف، فالإنسان مطالب بأن يحرص على عفة جاريته إن كان متسريا لها، كما هو مطالب بأن يعف امرأته التي تزوجها. وفي هذا دليل على أن للمرأة حقا في المعاشرة الجنسية، بل للجارية كذلك حق في هذا، فإن الله سبحانه وتعالى أتبع ذلك قوله: محصنين غير مسافحين. ولنرجع أولا إلى قوله أن تبتغوا بأموالكم، فإن الزواج الشرعي إنما يتوصل إليه بعقد ومهر، فالعقد مربوط بشروطه الشرعية، وذلك
بأن يكون برضا المرأة وإذن وليها وشهادة شهدين. وقد أشير إلى العقد بقوله أن تبتغوا، فمعنى ذلك أن يبتغى هذا الحل إن كان ذلك بطريق الزواج من وجهه الشرعي، بأن يكون مستكملاً لهذه الشرائط بحيث يكون بعقد صحيح. يترتب هذا العقد على رضا المرأة وعلى إذن وليها وعلى شهادة شاهدين. وأشير إلى الشرط الرابع وهو الصداق بقوله بأموالكم، فلا بد من أن يكون ذلك بصداق. ونرى نحن في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى عندما بيّن هذه الحلية، حلية ما وراء ما ذكر من المحارم، بيّن أنه يتوصل إليها بهذا الابتغاء بالأموال. ومعنى ذلك أن الصداقة يجب أن يكون مالا. وقد وقع أخذ ورد فيما إذا كان الصداق منفعة، ولكن إن كان الصداق مما لا يجوز تبوله شرعا فهو غير صداق شرعي ولا تحل به المرأة، كما لو أصدقها خنزيرا أو ميتة أو دما أو ما أهل به لغير الله، أو أصدقها خمرا، فإن ذلك مما لا يجوز تمول، فلا يدخل في الأموال ولا تحل به المرأة. وإنما المال ما يتمول بطريق شرعي. فالمال إذن هو ما كان حلالا لا ما كان حراما، إذ الحرام لا يجوز تملكه، ولما كان غير جائز تملكه فإنه أيضا غير جائز إصداقه للمرأة، إذ المرأة تنتفع بما تتملكه. واختلف كما قلت فيما إذا كان الإصداق بمنفعة ولم يكن بمال يقبض، وإنما هي منفعة، كما لو أصدقها عتقها إن كانت رقيقة، أو أصدقها تعليمها القرآن، أو أصدقها خدمة يخدمها بها كأن يحفر لها بيرا أو يقوم بأي عمل، أو أن يقوم بأي عمل من الأعمال، فهل هذا مما يدخل في ضمن الصداق أو مما لا يدخل؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم. منهم من قال بأن الله سبحانه وتعالى قيد الابتغاء بأن يكون بالأموال، ولما كان مقيدا بأن يكون بالأموال فإذا لا بد من أن يكون مالا يتبادل بحيث تقبضه وتستطيع أن تتصرف فيه، أما ما عدا ذلك فلا. وبناء على هذا الرأي فإن العتق والخدمة وتعليم القرآن وما أشبهها لا تكون صداقة. وهذا
هذا هو مذهب الحنفية. وذهب إليه كثير من علمائنا، ولعله قول أكثر منه، قالوا بأن غير المقبوض المتصرف فيه بحيث تملك أن تبيعه وأن تهبه وأن تتصرف فيه كما شاءت لا يكون صداقا لها. وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الإصداق بهذا كله. من جملة ما استدل به القائلون بأن مثل هذه المنافع لا تكون صداقة حتى يكون الصداق مالاً يتملك ويتصرف فيه، من جملة ما استدل به أن الله سبحانه وتعالى قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والإيتاء إنما هو إعطاء، والخدمة إنما يقوم بها بنفسه، والعتق إنما يسقط حقاً من حقوقه وهو ملك تلك الرقبة، فهو يسقط عنها حقه الواجب في رقبتها ولكن لا يؤتيها شيئاً. واستدلوا أيضاً بقول الله سبحانه وتعالى: فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ومعنى ذلك أن للمرأة أن ترجع من صداقها إلى الزوج لينتفع به. وكيف ترد الخدمة؟ وكيف ترد العتق؟ فكل من ذلك متعذر. أما الذين ذهبوا إلى خلاف هذا فإنهم قالوا بأن الاستدلال بهذه الآية، أي بقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، إنما هو استدلال بمفهوم المخالفة. والحنفية الذين لا يرون أن المنافع صدقة لا يقولون بمفهوم المخالفة، فإذن هذا خارج عن أصلهم، أي هذا الاستدلال الذي يستدلونه بهذه الآية هو خارج عن أصلهم. وأما قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فقد أجابوا عنه بأن الإيتاء يكون في المنفعة كما يكون في المال المتصرف فيه. وقالوا جوابا على الاستدلال بقول الله سبحانه وتعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، بأن ذلك إنما هو جار مجرى الأغلب المعتاد، إذ الأغلب أن يكون الصداق مالا يتصرف فيه. وهؤلاء استدلوا بأدلة، منها قصة موسى عليه السلام مع الرجل الصالح، فإنه زوجه بالخدمة، وهؤلاء بنوا قولهم هذا على أن شرع من قبلنا هو شرع لنا، بنوا تأصيلهم لهذا الاستدلال بأن شرع من قبلنا هو شرع لنا، فما لم يتبين لنا أنه منسوخ يؤخذ به. ومعنى هذا بأنه يجوز أن نعمل بهذا. واستدلوا لذلك أيضاً
بقصة النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي وهبته نفسها، فلم يردها النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبه رجل أن يزوجه إياها، فزوجه إياها بما معها من القرآن. أما القائلون بخلاف هذا فإنهم قالوا بأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، إذ كثير مما قص في الكتاب العزيز من أنباء النبوات السابقة وأخبار النبيين لا يمكن أن نطبقه. ومن ذلك رؤيا إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه إسماعيل، وقد أراد ذبحه، وهذا بطبيعة الحال لا يمكن أن يطبق أبداً، ولو أقدم أحد على ذلك لعد متعدياً. وكذلك ما كان من يونس عليه السلام من المساهمة، فلما كان من المدحضين ألقى في نفسه في البحر، وذلك ما لا يجوز بالنسبة إلى هذه الأمة. فمثل هذه الأعمال لا تعد شرعا لنا، وقد وجدنا علماءنا مختلفين في ذلك. وقطب الأئمة رحمه الله تعالى في تيسيره يذهب إلى أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، بينما نجده في هميان الزاد يقول بذلك ويؤكد عليه ويعزوه إلى جماعة من علمائنا. وعلى أي حال نحن نرى بأن ما ذكر من أحوال الأنبياء السابقين إن كان هنالك ما يعزز أنه مشروع لهذه الأمة بحيث سيق مساق التشريع فهو شرع لنا، كما في قول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، فإن ذلك مسوق مساق التشريع فهو شرع لنا. أما بقية الأشياء التي تذكر للعبرة وللعظة فلا يمكن أن نقول بأنها مشروعة بالنسبة إلينا، ولو ذكرت في الكتاب العزيز كقصة إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل، فإنه يتعذر أن يقال بمشروعية هذا الأمر ولو ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما قصة الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه المرأة الواهبة نفسها له، فقد أجيب عن ذلك بأن في بعض الروايات ما يدل على أن هذه الحلية أو أن هذا التزويج بما معه من القرآن إنما هو خاص بذلك الرجل، ولم أطلع فيما وجدت على إسناد لهذا التخصيص، ولكن منهم من حمل معنى قوله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، أن ما معه من القرآن ليس هنا صداقة للمرأة، وإنما كان ذلك تزويج من النبي صلى الله عليه وسلم له احتراماً لما معه من القرآن، أي بسبب ما معك من القرآن. حمل بعض العلماء هذه الرواية هذا المحمل. وبناءً على أن التزويج إنما يكون بالمال، فما مقدار هذا المال
الذي تحل به الفروج. من العلماء من ذهب إلى أن ذلك يحل بكل ما يسبق عليه أنه مال، أي يسبق عليه أنه مال وهو جائز تموله شرعا، بحيث لا يمنع مانع شرعي من تمبله. وممن روي عنه ذلك من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أبو سعيد الخدري، وقول طائفة من العلماء منهم الحسن وابن المسيب والثوري وابن أبي ليلى، وهو قول جمهور العلماء، حتى أن منهم من أسنده إلى جمهور المحدثين وجمهور أهل العلم، وهذا هو قول الشافعي. قالوا بأنه يجوز أن تصدق المرأة أي شيء يصدق عليه أنه مال، سواء كان ذلك قليلا أو كان ذلك كثيرا. واستدل هؤلاء بالإطلاق الذي في هذه الآية: أن تبتغوا بأموالكم، وليس معنى ذلك أن يدفع الإنسان كل ماله، وإنما يدفع من ماله، ولما كان المدفوع بعض المال فإن هذا البعض لا يقدر بمقدار معين، كما استدلوا لذلك بالعديد من الروايات، منها حديث الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه المرأة، فإنه قال له: التمس ولو خاتما من حديد. ومن المعلوم أن خاتم الحديد لا تكون له قيمة غالية، كما استدل لذلك أيضا بما روي عن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، سئل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنجحوا الأيام منكم، فقيل له: يا رسول الله، وما العلائق بينهن وبينهم؟ فقال: ما تراضى عليه الأهلون. وقد جاء نحو ذلك في رواية أخرجها الدارقطني من طريق أبي سعيد رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل: ما تراضى عليه أهله. وما هنا للأمم، وعلى هذا فكل ما تراضى عليه الأهلون فهو داخل في ذلك. وجاء في رواية أيضا أخرجها الدارقطني من طريق جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أعطى أحدكم امرأة ملء كفيه طعاما فقد حلت له. وهذا قيمته قيمة يسيرة. و تم روايات عن جماعة من السلف بأنه تحل له ولو أصدقها صوتا، ولكن ذلك إنما هو إذا رضيت به، فإذا رضيت بذلك فقد حلت له بذلك. وفي هذا تيسير، بحيث لا يقيد ذلك بمقدار معين من المال، وإنما كل ما تتحقق به المنفعة ولو كانت هذه المنفعة منفعة يسيرة فإنه يتحول به
هذا الاستمتاع من كون فإنه يخرج به هذا الاستمتاع عن كونه سفاقا إلى كونه نكاحا. فالصداق إنما شرع من أجل التفريق بين السفاح وبين النكاح، فهو من شروط صحة النكاح. وذهب الحنفية إلى أنه لا يحل الزواج بأقل من 10 دراهم، وقالوا بأن الله سبحانه وتعالى قال هنا أن تبتغوا بأموالكم، والابتغاء بالأموال لا يكون بالشيء اليسير، فالدرهم والدرهمان والثلاثة لا يقال لهن أموال. ومعنى ذلك أن الأموال مقدار يفوق هذا المقدار، ورد عليهم بأن الأموال كلمة لو جينا إلى مدلولها حسب أعراف الناس فلا يقال ل10 دراهم أموال. وقد ردوا على هذا بأن الآية الكريمة من حيث دلالتها تقتضي عدم الإباحة، أي إباحة الزواج ب10 دراهم، ولكن لما انعقد الإجماع على ذلك إذ لم يختلف في 10 دراهم فصاعدا أو دينار فصاعدا، وإنما يختلف فيما وراء ذلك، كان هذا الإجماع حجة في بيان المراد بالأموال. وهذا القول روي عن علي كرم الله وجهه، وروي أيضا عن الحسن، وروي أيضا عن الشعبي والنخعي، وقد قال به أبو حنيفة وأصحابه كما ذكرت. وهذا القول أن الحنفية يعتضد بالقياس، وذلك أنهم قاسوا الوطأ على القطع، فقالوا بأن للوطء تأثيرا في جسم المرأة، كما أن قطع يد السارق له تأثير على جسم السارق. ولما كان القطع في 10 دراهم أو في دينار حسب ما هو مأخوذ به عند الحنفية، فإن الصداقة لا يكون أقل من هذا المقدار. وهذا والأخذ بالقياس أيضا كان عند مالك ومن قال بقوله، فإنهم قالوا أيضا بأن الصداقة لا يكون أقل من ربع دينار، لأن القطع عندهم إنما هو في ربع دينار. ولما كان القطع في ربع دينار وكل من القطع والوطع له أثر على الجسم، حملوا الصداق الذي هو مسوغ للوطع على ما يسوغ به القطع وهو ربع دينار. وهذا القياس قياس بعيد، ذلك لأن القطع عقوبة بينما الصداق نحلة، فلا يمكن أن تحمل النحلة على العقوبة، إنما الصداق صلة ما بين الزوجين لأجل حل الاستمتاع بينهما. فكيف يقال بأن حكمه حكم القطع
مع البون البعيد ما بين القطع وما بين وما بين الوطن. ثم إن الوطن تترتب عليه علاقة بين الزوجين، ويترتب عليه وجود الذرية وبناء المستقبل، وهذا ما لا يكون في القطع، فهذا القياس إنما هو قياس مع الفارق. وقد قالوا بأن الإمام مالك اقتدى في هذا القياس للإمام أبي حنيفة، وإن كان مختلفين. ولأجل هذا قال الدراوردي لمالك: إنك تعرقت، أي ذهبت مذهب أهل العراق في هذه المسألة، حيث أخذت بالقياس فيها. والذين قالوا بأنه يصدق، أي الصداق الذي يحل الوطن، على الكثير، على القليل والكثير مما يسمى مالا كيفما كان، كل ما يتمول فهو صداق. الذين قالوا ذلك قالوا بأن الله سبحانه وتعالى قال: أن تبتغوا بأموالكم، لأن هذا خطاب للكل، فليس هو خطابا لفرد بعينه حتى يقال بأنه أضاف الأموال إلى ذلك الفرد، وإنما أضاف الأموال إلى الجمع. فمعنى ذلك كل مال لأي فرد من الأفراد، كل ما يسمى مالا عنده يمكن أن يصدقه، أي أن يجعله، أن يصدقه المرأة، أي يجعله صداقا لها. أن تبتغوا بأموالكم، هذا. وقد ذكر القرطبي أن النخعي قال بأن الصدقة لا يكون من أقل من 40 درهما، وذكر عن الحسن أنه قال بأن الصداق لا يكون أقل من 50 درهما. ولئن ثبت هذا المروي عن الحسن والنخعي، فإذا الإجماع الذي ادعاه الحنفية غير صحيح، لأن الإجماع يكون مخروقا بمخالفة هذين. أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. نرى أن الله سبحانه وتعالى بما له من حكمة في كل شيء شرع هذا الزواج، فأحل ما عدا المحارم المذكورات على أن يكون ذلك بطريقة الإحصان لا بطريقة السفاح، إذ السفاح لا يحل شرعا. محصنين. كثير من العلماء، بل نجد المفسرين كادوا يتفقون على أن المراد هنا بكونهم محصنين أي محصنين للنساء، أنهم محصنون لأنفسهم، كانوا يتفقون على أن المراد بذلك أنهم محصنون لأنفسهم. فسر ذلك بعضهم محصنين لفروجكم أو محصنين لأنفسكم، فإن الله سبحانه وتعالى أباح هذا الزواج من أجل الإحصان. وذهب الإمام محمد عبده إلى أن المراد بمحصنين هنا محصنين للنساء، فالرجل يطالب بأن يحصن المرأة. وذهب تلميذه السيد رشيد رضا بالجمع بين الأمرين،
وقال بأن هذا الزواج يطلب منه إحصان الرجل لنفسه وإحصانه لامرأته، فهو يحصن نفسه بإعفافها عن الحرام، ويحصن به المرأة التي يتزوجها بإعفافها أيضاً عن الحرام. ولئن كان الإحصان يشمل الرجل والمرأة بحيث يريد الله سبحانه وتعالى بما شرع من هذا الحكم أن يحصن الرجل نفسه ويحصن أهله، فلا ريب أن هذا يدل على أن للمرأة حقا في الوقاية كما تقدم. فإذا الوطء حق مشروع لها، كما يؤكد ذلك حكم الإيلاء المشروع في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل جعل الله سبحانه الإيلاء جناية تستوجب التوبة، والتوبة منها هي الفيئة، ولذلك عبر عنها بالفيئة، لأن الفيئة أوبة والأوبة توبة، إذ قال الله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، ولذلك ناطق على ذلك المغفرة، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذ الاستمرار على الإيلاء من غير فيئة يؤدي إلى طلاق المرأة، وما كان لتطلق منه وتخرج من أسمته إلا لأنه فوتها بهذا الإيلاء حقا مشروعا لها. على أن إسقاط هذا الحق مما يؤدي إلى ذهاب الإحصان في الناس، إذ الإحصان المطلوب ليس هو إحصان فرد، وإنما هو إحصان مجتمع وإحصان أمة، يطالب الناس جميعا بأن يكافحوا الفساد وأن يقاوموا فاحشة الزنا وأن يحرصوا على الطهارة والنظافة، وهذا ما يوحي به القرآن الكريم. فإن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر عدم جواز أضل النساء بعد انتهاء عدتهن بعد بلوغ أجلهن، لما ذكر عدم جواز أضل النساء أتبع ذلك قول ذلكم أزكى لكم وأطهر. فإذا المبتغى هو الطهارة، وكيف تكون هذه الطهارة وكيف تكون هذه الحصانة ويكون هذا الإحصان مع ترك النساء عرضة لفاحشة الزنا. فعندما تمنع المرأة حقها الشرعي قد يلجئها ذلك إلى أن تبتغي المتعة بغير الطريقة التي أذن بها الله سبحانه وتعالى. وبهذا يتبين أيضا أن الأمة لها حق في الاستمتاع، إذ هي إنسان له غريزة وله عواطف، فلها حق في الاستمتاع. وما يفعله ما كان يفعله المترفون من حشر عدد هائل من الجواري من حولهم من غير قضاء وطر لهن، ذلك من المفسدة التي تؤدي إلى الفساد في الأرض وانتشار الزنا، فإن في ذلك تعريضاً لهن لمقارفة فاحشة الزنا والعياذ بالله تعالى. وقوله تعالى محصنين غير مسافحين يدل على أن مشروعية هذا الحكم إنما هو من أجل الإحصان. وذكر القرطبي أن من الناس من قال
بأن قوله تعالى محصنين غير مسافحين إنما هو تقييد لنكاح المحصنات أي العفائف دون غيرهن، أي لا بد من أن يتزوج المحصنات، وأن هذا وجه في تفسير الآية الكريمة، ولكن أتبعه القرطبي بأنه وجه ضعيف وأنه لا يسلم له، لأن الإجماع انعقد على جواز الزواج بغيرهن، وهذه دعوى الإجماع غير مسلمة. بل في القرآن الكريم ما يدل على أن العفيف يمنع من أن ينكح غير العفيفة، فالله سبحانه وتعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والمقصود بالمؤمنين الأعفاء، فإن الزنا يتنافى مع الإيمان كما دل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وحرم ذلك على المؤمنين أي الأعفاء الذين لا يزنون. ومن المحتمل أن يحمل على ذلك أيضا قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. بناء على تفسير المحصنات بالعفائف، فإن المحصنات لفظ يصدق على الأفائف ويصدق أيضا على المتزويات، ولا معنى هنا للمتزويات، ويصدق على الحرائر. والزنا فساد في الأرض إذا استشرى في مجتمعة من المجتمعات نخرة وقضى عليه، فإنه يؤدي إلى إهلاك الحرث والنسل، ويؤدي إلى الضعف في قوة الأمة، إذ انتشار مثل هذا الفساد هو الذي أهلك الأمم من قبل، وليست حضارة الغرب القائمة اليوم ببعيد من الهلاك بسبب انتشار هذا الفساد في الأرض. والأمة المسلمة عليها أن تجنب نفسها هذا الخطر العظيم وهذا الداء الوبي. والإحصان كما سبق هو المنع، وهو عكس السفاح، إذ لا يكتمل الإحصان والسفاح. فقوله سبحانه وتعالى بعد ذلك غير مسافحين، محصنين غير مسافحين، إنما هو لأجل التأكيد هذا القيد، أي أن تتزوجوا لأجل إحصان أنفسكم وإبعادها عن السفاح، غير مسافحين. والسفاح على القول المشهور عند اللغويين والعلماء والمفسرين والفقهاء، على القول المشهور عندهم السفاح مأخوذ من سفح الماء، لأن الذي يزني إنما لا يريد من وراء الزنا إلا المتعة، فهو لا يتحمل تبعه ولا يؤدي الأمر إلى شيء، وإنما يريد سفح الماء فقط، فهو حريص على السفح. والأصل في السفح بمعنى الصب، ولذلك يقال لسفاك الدماء سفاحا، لأنه يسفح الدماء أي يصبها. والزاني إنما غايته أن يسفح الماء، فهو يسافح بحيث إنه يصب ماءه، كما أن الزانية معه أيضا تصب ماءها، وليس هنالك أكثر من ذلك، إنما كل واحد منهما يقضي شهوته. واستبعد
هذا التفسير العلامة ابن عاشور، وقال بأن السفح، سفح المني، سفح الماء هو المني، مما يشترك فيه النكاح والسفاح، فلا معنى لاعتباره مأخوذا من هذا المعنى، إذ كل واحد من كل واطئ إنما يصب الماء، فالناكح يصب الماء والمسافح يصب الماء، ولذلك رأى أن هذا مأخوذ من رفع القيد، ذلك لأنه لسبب وقوع هذا الاتصال ما بين الاثنين من غير أن يكون مقيداً بعقد، ومن غير أن يكون مقيداً برضا الولي بإذن الولي، كان ذلك خارجاً عن القيود المعهودة، فهو كالماء المسفوح، أي الماء الذي هو غير مقيد بشيء، لا يمنعه مانع من أن يصب، من أن ينصب، فكذلك أخذ هذا المعنى. ولا يسلم أن الناكح يقصد صب الماء فحسب، بل المتزوج إنما يبني حياة اجتماعية قوامها هو وتلك المرأة التي يتزوجها، المتزوج يبني حياة اجتماعية فيها حفاظ على الذرية وتربية لهذه الذرية وتحمل لتبعات هذه التربية وقيام بالواجب الاجتماعي، بخلاف المسافح، فإن المسافح لا يهتم بتربية الذرية ولا يهتم بأي شيء من وراء ذلك، إنما يقضي شهوته فحسب، بينما المقصود بالإحصان هو المنع، منع كل واحد منهما نفسه عن الوقوع في الفاحشة، ومنع كل واحد منهما الآخر عن الوقوع في الفاحشة، والحفاظ على هذه العلاقة حتى تكون العلاقة علاقة ود ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة، ليست هي علاقة شهوة فحسب كما هو الشأن في المتسافحين. على أنه من المعلوم بأن العرب كان من الشائع عندهم أن من أراد الزنا والعياذ بالله يقول للمرأة سافحيني، وقد يقول لها ماذيني، هذا مما يدل على أنه مأخوذ من صب الماء، ماذيني أي اجعليني أخرج المذي وأجعلك تخرجين المذي، كانوا يقولون ذلك أيضا. فإذا السفاح إنما هو مأخوذ من صب المني، لأن هذه هي الغاية من المتسافحين. والإحصان يقتضي كما قلنا المنع، بحيث تكون المرأة لزوجها ويكون الرجل لامرأته، بينما السفاح إنما هو انطلاق بغير قيد، بحيث يقضي كل رجل وطره من أي امرأة، وتقضي المرأة وطرها من أي رجل، من دون مراعاة لقيود الفضيلة، ومن دون مراعاة لأي قيد من القيود التي تترتب على النكاح الشرعي. وهذا نوع من أنواع الزنا والعياذ بالله. وهناك اتخاذ الأخدان، هو ما ذكر أيضا في هذه السورة، غير مسافحات ولا متخذات أخدان، اتخاذ الخدن، أن يكون الرجل لامرأة بعينها لكن بطريق الحرام لا بطريق الحلال، وأن تكون
المرأة لرجل بعينه بهذه الطريقة أيضا من غير عقد شرعي، فهذا مما يعبر عنه باتخاذ الخدنة، فهي متخذة خدنا وهو متخذ أيضا خدنا، وكل من ذلك حرمه الإسلام وأمر بأن تكون العلاقة بين الرجل والمرأة مؤطرة في هذا الإطار الشرعي النظيف الطاهر الذي هو محضن للأسرة، محضن للذرية، تتربى فيه الذرية على الصلاح والبر والتقوى. ونقف الآن عند هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد والصواب، وأن يأخذ بأيدينا إلى جادة الحق. اللهم علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، ووفقنا للعمل بما نعلم، إنك بالإجابة الجدير. نعم المولى ونعم النصير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واقطع اللهم دابر أعداء الدين، واستأصل شافتهم أجمعين. اللهم شتت شملهم، ومزق جمعهم، وفل حدهم، وأقلل عدهم، وارد كيدهم في نحورهم، واعذنا وجميع المسلمين من شرورهم، وامحوا آثارهم، وأورثنا أرضهم وديارهم، واطمس على أموالهم، واشدد على قلوبهم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنزلنا إليك الذكر لتبين